نبدأ أولى قصصنا اليوم من لواء الرمثة. نقدم القصة التالية عرفانا وجميلا للكادر الطبي العامل على خط المواجهة مع فيروس كورونا، ونقول لهم لكل ممرض وطبيب وعامل في القطاع الصحي كل عام وأنتم بخير ويعطيكم ألف عافية. شغالين على تقصي مصابي كورونا من شهر 3 2020، لحد الآن قائمين على العمل الحمد لله رب العالمين. رب العالمين يقدرنا على بذل المجهود أكثر وأكثر. فترة الجائحة كنا يعني عندما أدخل البيت بدي أسلم على أمي، أسلم على إخواني، على زوجتي قبل ما أغسل من الباب، أفتح الباب أسلم عليهم، أرجع أغسل الباب أنظفه، أطلع لبرا أغير ملابسي كاملة، أنا أعقم نفسي وأرجع أدخل مش على أمي، أدخل على بيتي أني. اللي بدي أحكي إنه خلف هاي البواب المسكرة في كوادر وكفاءات وخبرات شغالة مع مرضى وناس بتتعب كتير وناس طاقتها الاستيعابية زي أي بشر بلشت إنه يضعفوا شوية لأنه الأمور عم تتفاقم والمرض عم بيزيد وأعداد المرضى عم بتزيد ووضع المرضى مش زي زمان لما كانت في بداية الجائحة. الوضع هلأ مختلف تماما. الجهد اللي بنعطى والمبذول هو جهد مضاعف جدا، اللي مطلوب من الناس بس شغلة كتير بسيطة يعملوها، انك تتعامل مع كل حدا موجود حواليك بالشارع بالمستشفيات في مكان العمل، تتعامل معه كأنه مريض كورونا، تتخذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات. أكثر معاناة بنعانيها احنا هنا في مستشفى ملك المؤسس اللي هي حالة المرضى اللي بنشاهدها بالمستشفى، بحيث انه بكون حالاتهم صعبة جدا. هذا الاشي بترتب عليه انه الوضع النفسي والجسدي للممرض ممكن انه يتأثر، هذا بيأثر علينا احنا لما نروح على بيوتنا عند اولادنا وعند زوجاتنا، بحيث انه هذا الاشي صعب انه الواحد يوصله لاطفاله كونهم اطفال يعني مش مدركين ما هي الكورونا وما هي خطورة الكورونا. وبالمقابل انا كممرض بتعامل مع مرضى كورونا بكون في عندي خوف اني ممكن لا سمح الله انقل لهم هاي العدوى او اني انا ممكن اني اثر عليهم. فهذا الشيء بيتطلب منا انه احنا إن نحاول نخفف اللي هو المخالطه قدر الامكان، ونلتزم بلبس الكمامه قدر الامكان، بحيث انه نحمي انفسنا ونحمي حدا من اللي هم عائلاتنا.